قناة الأستاذ نافوري لتوثيق الأنشطة والندوات الثقافية، كل ما هو جديد ومفيد عن الأدب والشعر العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم جميعا. بعد أن بدء، أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لرابطة كاتبات المغرب، وأخص بالذكر رئيسة فرع سلا الأستاذة الفاضلة عائشة العالمي. وكذلك أتوجه بجزيل الشكر لكل المؤطرات هذه الرابطة. أنا اليوم في غاية السعادة بوجودي هنا بينكم بهذه المناسبة الرائعة. اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للكاتبة، وكذلك الذي يتزامن مع حفل توقيع كتاب الأستاذة والكاتبة المتألقة خديجة بك. إن شاء الله أود أن ألقي على مسامعكم لأنتهز هذه الفرصة قصيدة عن المرأة، وأتمنى أن تعجبكم. إليك أيتها المرأة الحرة الأصيلة، يا من فاح عبير وجودك في الكون الفسيح، فأقبلت بإشراقتك البهية على الدنيا، ومنعت الكون أملا وبهاء. نبع الطيبة أنت ومبعث للنقاء، الدنيا تشهد على تربعك على عرش الوفاء. يا امرأة عشقت المحبة فصنعت من حبها عاصمة الصفاء، أنت الوردة الحمراء، أنت زهرة الياسمين، إليك نهدي الحب. خلدت ذكراك وتسربلت بالعز دنياك، يا امرأة بأنوثتك الصرمدية غمرتنا بالحياة، نسيت نفسك فتذكرتنا، ما نسينا تضحياتك، ما نسينا ابتساماتك، ولا تجاهلنا الهوى الذي منه ارتشفنا أمل الحياة. فأنت الحياة، أنت الأحلام، وأنت الذكريات، فلك منا أغلى الأمنيات. وختاماً أجدد لكم شكري، وأتمنى لرابطة كاتبات المغرب مزيداً من التألق إن شاء الله.